بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزي عنا خير ما جزيت نبينا عن قومه، واجزي عنا خير ما جزيت رسولا عن رسالته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما ذكرك وذكره الذاكرون، وما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سندخل بابا آخر في هذه الأبواب التي خصصناها للتحادث والتدارس في أمور من الدين. وبادئ بدء، ربما نعود لحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وفي رواية: وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، وأن تكونوا كذلك أنتم الذين أصبحتم أوفياء لهذا البرنامج كذلك. حديث اليوم أحبتي الكرام سيكون حول الحب في الله. ما جزاء من أحب في الله، وما جزاء من أبغض في الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تخيلوا معي أحبتي الكرام أنه يوم الحشر، كل في أمر جلل، وكل يتعرق ويتصبب عرق، ولكن سبعة حافظهم الله سبحانه وتعالى تحت ظله. من هم؟ إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل تعلق قلبه بالمساجد، والشاهد عندنا: اثنان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ونزيد في الحديث السبعة: ورجل دعته امرأة ذات جمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. ورجل تصدق صدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما قدمت يمينه. وتمام السبعة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السياق. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور بحديث السبعة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل تعلق قلبه بالمساجد، واثنان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق صدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما قدمت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ولما نقول رجل حتى لا يقول قائل: فرجل أو امرأة، فالنساء شقائق الرجال في الأحكام كما هو معروف عند العلماء. نعود إلى موضوعنا، الحب في الله. وكما تحدثنا عن هذا الموقف الجليل والجلل يوم القيامة، نتحدث كذلك حول العرش أناس لا بالأنبياء ولا بالشهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء، وجوههم من نور، وهم في منابر من نور. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكون هؤلاء؟ قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أنساب بينهم. الحب في الله والبغض في الله لا مصلحة ولا جاه ولا منصب ولا مال. لما يكون هناك إخلاص في المحبة، الله سبحانه وتعالى يؤتي بحلاوة الإيمان. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار بعد أن حفظه الله منها. نكتفي بهذا القدر أحبة الكرام، وأوصيكم وأوصي نفسي بالمحبة في الله،
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.